السابع من مايو، وتشير مصادر أخرى إلى الثامن من مايو من عام 1875، بدأت رحلة السلطان برغش بن سعيد بن سلطان سلطان زنجبار إلى أوروبا، وكان بصحبته 19 شخصاً، وقد وثقت هذه الرحلة ونشرت باسم تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار، حيث كان من بين المرافقين زاهر بن سعيد النخلي الذي وثق أحداث الرحلة في مسودات ورقية ثم حررها لويس الصابونجي. السابع من مايو من عام 1929، أصدر السلطان خليفة بن حارب سلطان زنجبار أمراً سلطانياً بتعيين الشيخ سليمان بن ناصر اللمكي نائباً عنه في جميع أملاكه، وذلك بمناسبة سفر السلطان إلى بريطانيا، مبيناً ثقته فيه ومحدداً صلاحيته كنائب للسلطان، وذلك لمدة 6 أشهر هي فترة غياب السلطان خليفة، الذي أعطاه صلاحية الانتقال للإقامة في القصر السلطاني واستلام نصف مخصصات عظمة السلطان الحالية، إلا أنه رفض هاتين الميزتين مفضلاً الإقامة في بيته في حي هرمز، مؤكداً الالتزام بترأس برزة أي مجلس السلطان في القاعة الكبرى بالقصر. عاش الشيخ سليمان بن ناصر اللمكي بين عامي 1863-1935. السابع من مايو من عام 1970، صدرت أول عملة ورقية وطنية عمانية هي الريال السعيدي، وكان ذلك في أواخر عهد السلطان سعيد بن تيمور، وحل محلها بعد ذلك الريال العماني في عهد جلالة السلطان قابوس. السابع من مايو من عام 2003، تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات. السابع من مايو من عام 2005، انضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يذكر أن السلطنة هي من أوائل الدول التي شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها.